إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هي الآية رقم 77 من سورة القصص، هي منهاج حياة رسمت للإنسان منهاج حياة لكي لا يضيع لا يتيه، يعيش سالما آمنا مطمئنا محققا للمقاصد والغايات. ربنا يقول في هذه الآية الكريمة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. بهذا الأمر الرباني ينبه الناس إلى الاهتمام بالآخرة، إلى عمار الآخرة، لأن الحياة قصيرة ولو طالت، وهي دار ممر، أما الآخرة فهي دار مقر. ترشدنا هذه الآية إلى عمار الآخرة، نعمرها بالإيمان، بالطاعات، بالقربات، بالباقيات الصالحات، بمختلف الأعمال الخيرية المقدور عليها. ربنا قال في سورة الحج: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لم تحدد هذه الآية عملا خيريا بذاته، تنصرف الهمم إلى جميع الأعمال الخيرية المقدور عليها. وأرشدنا القرآن إلى عمل الصالحات: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، لذلك كان لها الأولوية في الذكر الرباني في هذه الآية القرآنية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالمؤمن المطيع لله جل جلاله لا ينسى نصيبه من الدنيا، يحول دنياه إلى مزرعة لكل عمل صالح. ففي دائرة المباحات المجال مسموح ومشروع ألا ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا، والدنيا نهايتها الفناء. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ربنا جل جلاله أحسن إلينا إذ خلقنا وأوجدنا من العدم، بعث لنا النبيين والمرسلين،
أرسل إلينا هداة البشرية من أولهم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أحسن الله علينا إذ منح لنا النعم التي لا نحصيها عددا. قال في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا أحسن الله إلينا بكل ألوان الإحسان، نحن مطالبون بالإحسان في العمل للآخرة وبالإحسان في أعمال الدنيا. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ربنا أسكننا في هذه الكرة الأرضية، في هذا الكون الفسيح، وأراد منا أن نخدم هذه الأرض، وأن نخدم سكانها، وأن نرعى ساكنتها، وأن نحسن إلى أهل الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض، وردت كلمة الفساد مبدوءة بال التي تفيد الاستغراق والشمول. يمنع الإفساد بجميع صوره وأشكاله. ولا تبغي الفساد في الأرض، إفساد العقول، إفساد الأرض، إفساد الزروع، إفساد الخيرات، إفساد العلاقات، كل ذلك مقصود في قوله تعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المحسنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. استووا استقيموا ارحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.